رضنا التجارة والسياسة والشؤون الأخريات، أقبلنا يبنين المنائر للنجاح موفقات. في عمان البلد الحضاري الشامخ لم تكن المرأة يوماً مندسة في صفة أو منزوية في دهريز أو قابعة في مطبخ أو حبيسة حارة أو ضاحية، بل كانت تتحرك في أفلاك الحياة العمانية ومسالكها الحضارية على نحو لا يتعارض أبداً مع مسؤولياتها وواجباتها كمدرسة تربية وصاحبة رسالة. لقد شاءت لنفسها كما وضعها مجتمعها ورفع شأنها كي تبقى جناح حضارة تحلق مع أبناء أمتها الذين أنجبتهم وعلمتهم وأعدتهم شعباً طيب الأعراق. في سجل صفحات التاريخ السحيق لهذا البلد العريق وفي فترات ما قبل الميلاد وبعده، دون يرع الزمن للمرأة العمانية كينونة خالدة. وظلت المراجع وأقلام المؤرخين القدماء والمعاصرين تنقب عن أعلامها ومآثرها وشخصياتها حتى يومنا هذا في مسالك القيادة والسياسة ومشارب العلوم والأدب وقصص البطولات العمانيات اللاتي ولدن النوابغ والنابغات. من هذا المتكئ الصلب الذي صنع حاضره المشرق من ماضيه التليد، أضاءت حواء عمان الولادة في سائر ساحات العطاء شموس أدوارها. ومن ذات الإرث الغائر استلهمت الشقيقة ذهبيات واقعها المزدهر الذي أكبرته النهضة الحديثة منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن بشكل مختلف، تأصيلاً لما تقدم وإيماناً من فكر النهضة السديد من أن نساء عمان يمتلكن تجربة إنسانية راقية وعزائم متقدة وروحاً منسجمة مع عصرنتها ولا تنفك عن قيمها الراسخة. أخذ فكر النهضة بيد المرأة التي شاركت في صنع منجزات وطنها، وكان من تمكينها ومشاركتها في صناعة القرار الوطني نتيجة طبيعية للنهج العماني المتفرد الذي وثق ركائز المساواة والتنمية بين الرجل والمرأة، وقدم تجربة عالمية ثرية عريقة في ترجمة مبادئ الأمم المتحدة في القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. في هذا البلد الأمين تستمد المرأة قوة حضورها من أعلى منصات التشريع الوطني، النظام الأساسي للدولة الذي يشترط في من يختار لولاية الحكم أن يكون ابناً لأبوين عمانيين، كما ساوت هذه الوثيقة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فلا تمييز بينهم بسبب الجنس. إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، موكلين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي لا محيد عنها ولا تساهل بشأنها. أعادت المرأة العمانية اليوم رسم أدوارها الوطنية على دروب التمكين الذي حظيت به، فتوجت بيوم خاص هو 17 من أكتوبر من كل عام، وهي مناسبة مهداة من المغفور له السلطان قابوس طيب الله ثراه منذ 2009 للمرأة العمانية، كي تستمد منه نشاطها وانطلاقتها وحضورها الحيوي في سائر ساحات العمل الوطني، ولتثبت في عهد نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة
السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى آفاق أوسع وأشمل وأمضى، وهي تتمتع بكامل حقوقها التي كفلها القانون. ويعبر الدور الريادي الاجتماعي للمرأة عن مدى ما تتمتع به من طاقات أهلتها لأن تكون أساسية في مسالك الحياة العمانية، من المعلمة التي تقدم الأجيال إلى خدمة الوطن، والوزيرة التي تدلي ببيانها أمام الشورى، والناخبة والمنتخبة، ومن السفيرة التي تمثل بلادها أمام المنظمات الدولية، والكاتبة التي تحصد الجوائز الدولية، والمهندسة التي تحرك الإنتاج، والطبيبة التي تلفت بعملها الإنساني الذي تجلى بتفانيها في الأزمات الوبائية والمناخية، والفارسة والرامية والمظلية والشرطية وقائدة طابور العروض العسكرية، وإلى الفنانة والرسامة والموسيقية والمحامية وصاحبة العمل، إنها المجتمع كله. وحققت المرأة على أشرعة العزيمة والتمكين قفزات هائلة في ميادين العمل الوطني، فهي تشكل حوالي 50% من إجمالي السكان العمانيين، وانخفضت معدلات الأمية لدى الإناث العمانيات إلى نحو 6% فقط، وحققنا معدل التحاق في الصفوف العاشر والثاني عشر بمعدل يزيد على 96%، وبلغ العمر المتوقع لحياة الإناث بالسلطنة 79 عاما مقابل 75 عاما للذكور في 2019. وانخرطت المرأة العمانية في أقسام العمل، فشكلت أكثر من 33% من إجمالي المشتغلين في القطاعين العام والخاص نهاية يوليو الماضي، في حين بلغت نسبتها كرائدة أعمال 23%. واستحوذت النساء العمانيات على 45% من رخص السياقة الجديدة التي صدرت عام 2019، كما يشكلن في مجلس عمان نسبة 10%، وشكلن كسفيرات لبلادهن حول العالم 7% من إجمالي السفراء عام 2019، واستحوذن على نسبة 47% من نسبة الأراضي الممنوحة في العام نفسه. وتخطو بنات عمان نحو مجدهن المتجدد، وهن يخاطبن مجتمعهن في يومهن: سلام عليكم رجال الوفاء، فيردون التحية: ألف سلام على الوافيات.